السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الفطور، وكذلك بغيت نبارطاجي معكم السر ديالي اللي كيخليني ديما اكتيف في وسط رمضان، مع الحكم يعني ما شاء الله عندي 5 ديال الوليدات ومنهم جوج يعني باقيين دراري صغار. يعني راك عارفين تبارك الله الوليدات الصغار تيكونوا فيهم بزاف تاع الشقه وكذا، و يعني غادي نوريكم السر ديالي باش انا كنبقى اكتيف وكنبقى يعني بخير، ما كنحس لا جوع ما كنحس لا بالعيا لا بالسخفه لا حتى شي حاجه في هذا رمضان. خليكم مع الفيديو حتى الاخر. هنايا درت المهم درت سميتو درت المعطيشه، درت الكرافس، درت قزبر المعدنوس، ودرت البصله حتى هي حكيتها هكاك ودرتها. المهم كما كتشوفوا راه درت لها شويه ديال الماء. دابا انا غادي نزيد الحمص هكا كارم، غادي غير نغسلو وغادي نضيفه في هذه في الطنجره، وغادي نطيبه هو الاول بعدا. وعندي حتى امامي ويت ماما، وعندي حتى الطريفه تاع اللحم، ولكن هذوك غير غيطيبو مع حارتي ما خلونيش ولادي نضر. شنو ماما؟ ياسين وان ذا وان؟ اوكي. دوك الحيمه دغيا كيطيبو، دونك ما يمكنش لي نديرهم في الاول، سونو غادي يرجعوا ليا غادي يذوبوا. المهم انا غادي نشعل عليه دابا وغادي نضيف الحمص، ها هو مغسول مقاد. دابا غادي نضيفو بحال هكا، غادي نضيف واحد شويه ديال المطيشه تاع الحك. زيت تاني بابا المهم انا درت دابا كاينه فوق البوطه. ديجا درت معلقه تاعت الملحه، المهم الملحه كتبقى على حسب كل واحد والذوق ديالو. دابا غادي نضيف شويه ديال السكينجبير، غادي ندير واحد شويه تاع الحار غير شويه، غادي ندير شويه ديال البزار داك البيض، انا غندير البيض اللي عندكم ديرو، شويه الخرقوم، كيوصل هذا الوقت كتبرق لي الشميشه في الكوزينه. ما درتش خاميه. المهم هادو غادي نشللهم، يعني نشللهم نسقطرهم من الماء، غادي نعاود نغسلهم عاد غادي نطيبهم من جديد. خليكم معايا. وهنا ها هي الحريره ديالنا، شفتوا راه زدت فيها شويه الماء داكشي علاش زكيت. المهم من بعدها وغادي نضيف شي الاخر. هنا عندي دوك الحيمات، هما الحيمات الطريفات صغير قرينه صافي بحال هكا، حتى من بعد هذا غادي نضيفهم. درت الثومه، وهذا راه الزعتر هكاك بالعواد ديالو ماشي مشكل. درت واحد شويه تاع ليقامه، درت مليحه، درت الكمون، درت شويه ديال البزار، ودرت الزيت. دابا انا قليت هاد الثومه هادي. دابا غادي نضيف واحد شويه تاع الصوص، اي مطيشه هكا، وعاده غادي نضيف هذوك الماسلات داك بوزروك. ها انتم غير بحال هكا، ما ماشي زعما غادي اللي باغي ديال المطيشه هكاك طريفات راه تجي زوينه بصراحه. غير انا هذه المره ما سالات لي درتها كلها في الحريره، دونك غادي ندير هذه ديال الحب. غادي نضيف واحد شويه تاع الماء كما كتشوفوا راه قادف، هاد فيه الجميل كدور فكاتك، شوفوا شوفوا كي تدور. دابا كما كتشوفوا راني درت طروفه تاع الحامض،
ومن بعد المهم تاع عصرتهم، عصرت الحامض لداخل داك العصير ديالو، عاد حطيت دوك الطروفه بحال هكاك. دابا غادي نجيب داك البزرق وغادي نديرو هنايا في هاد الكميله. بقيت خلطو بحال هكا حتى ديك لاصوص تندمج مع هاد البزروب هذا. كل شيء خاصو يتقاسم بهذيك الصوص. ها انتوما كما كتشوفوا راه عقب ضفت هذا المعدنوس، ما كنديرش القزبر بصراحه، كندير غير المعدنوس بحال هكا من الفوق. غادي نخليه مازال ثاني واحد شويه وعاده غادي نحيدو. صافي زدت واحد الطريفات تاع الكرافس كما كتشوفوا بحال هكا، كتعجبني النسمه ديال الكرافس وصراحه هو صحي بزاف بزاف بزاف. المهم دابا غادي نضيف دوك الطريفات تاع اللحم. شوفوا ها باش كندور انا الحريره، كندير غير الحمص، داك الدقيق تاع الحمص كنديرو مع شويه ديال الماء صافي، ما نديرو لا فورس لا حتى شي حاجه غير هذا. ها صراحه كيجيبها زوينه وصحيه كذلك. المهم انا كنبقى بحال ما كنمعس فيها هذوك الحبيبات باش ما يبقاوش. ها نتوما الدقيق كيداير، شوفوا شفتوا ها بحال هكا. درت واحد شويه ديال الماء ودرت واحد جوج معالقات بحال هكاك ديال الدقيق تاع الحمص، غير طيب الحريره ديالنا من تقرب وديك الساعه غادي ندورها بهذا الخليط هذا. في هذا المقله هذه درت فيها الزيت تاع لافوكا، اوكي هذا هو اللي غادي نقلي به الميرنا. يلا دابا غادي ندور الحريره. يلا سير شكون اللي يجيز علي الحليه تكون عامره كياس؟ شكون بحالي شكون؟ هذا هو الفطور ديالنا تاع اليوم. هانتوما كما كتشوفوا البزرك شوفوا تبارك الله كي جا، درتو في الطبسي الكبير وحطيت واحد شي طباسل هكا خاوين باش يحطوا فيه هذاك الشال داك القشور ديالو. والحليله ديالنا شوفوا تبارك الله كي جات كتبان غزاله وبنينه بنينه يا البنات، جربوها على حسابي. وشوفوا الميرنا تبارك الله من بعد ما قليتها في الزيت تاع لافوكا وفنتها في سميتو، راني كنت فنتها في الدقيق الكامل ما درتش الفورس، وقليتها في الزيت تاع لافوكا جات واعره 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 واعره. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يتقبل منا صيامنا يا ربي، وبصحه فطوركم مع البنات. وسمحوا لي ما كنديرش الزواق كثار، ما عارفه ولادي ما غاديش يخليوا لي الطبله، راه هكاك وصحه باش كنخلي الطبله زاكيه يعني ما كاينش غادي نبقى نزوق ما نزوق في الاخر كلشي كيخسر ليا. دونك انا ولادي باقيين صغيورين، من بعدها غادي نمشيو للجامع. ياسين شكيتي شكيتي يا لين. هاد الجامع هذا ماشي جامع كبير، هو غير صغير كما تشوف الاول، هذاك البويات ديالو غير للدراري الصغار فين يلعبوا ينقزوا ياخذوا راحتهم، وهاد البلاصه هذه فيها غير النساء فقط وكنصليو فيهم، وهذا الشيء اللي كاين والله يتقبل منا يا ربي حتى صراحه. هذا هو السر البنات، هذا هو السر ديالي اللي كيخليني كنبقى اكتيف في النهار، واخا انا صايمه ومع الوليدات ومع الشقه ومع ديك الجريده اللي درت برا، وهذه حق صراحه ما ساهلاش. تحياتي لمولاي الفلاحه فريمون والله ما ساهله. اش نقول لكم، والله عرفتي باش تشدي ديك داك المادير ولا ديك البالا ولا ديك، ما صراحه فريمون داك الشيء صعيب.
المهم هادشي هذا هو اللي كنشرب انايا في هاد المده ديال ماشي غير المده ديال رمضان صراحه. انا كنت ديجا كنشرب هادو قبل رمضان، هادو بالضبط هادو على حساب الكرش معانا مع الولاد وهذا، بقات لي واحد شويه ديال الكريشه ماشي صراحه بزاف، وانما مع ما شاء الله خمسه ديال الوليدات راه ما ساهلاش يعني. خديت هاد المكملات هادو باش نعاون الكريشه ديالتي تجمع. هذا راه الشاريو نقولوا الشاريو ديال الخضر الخضراء ياك، زائد فيهم بعض الديسير. كنت ديجا شاركته معكم هذا في واحد الفيديو اللي كدرت فيه دوك لي بانكيك كيتو بانكيك. ها نتوما فيه البروكولي، فيه لاسباراغ، فيه داك السيلري الكرافس، فيه الفلفله الخضراء، فيه الباربع، فيه الخيزو، فيه هذا داك الملفوف. المهم هذا الشاريو ديال الخضر الخضراء، بارك عليكم تاخذوا غير واحد جوج معلقات مع هو كيكون فيه. انا نوريكم كتكون في واحد المعلقه راها شفتوها هذه، كندير انا وحيده منها صافي، كندير غير وحيدها منها في واحد الكاس ديال الماء، وكنضيف هذا البور نوريش. هذا ديما كنشربو هذا، كنديرو هذا بعض المرات نخلطو بثلاثه بيهم، وبعض المرات كندير غير هاد الجوج انا غنقول لكم علاش. حقاش هادو هما اللي غادي يساعدوني باش كنحرق الدهون في الكرش، وكذلك يعطيوك يعني الطاقه والانرجي يعني الانرجي، وفي بزاف تاع الفيتامينات. انتم راكم عارفين الفوائد ديال الخضره الخضراء، يعني تخيلوا معايا غير الفوائد تاع البروكولي ما شاء الله شحال فيها، وهذا كما قلت لكم راه جامع بزاف تاع الخضر وتاع لي فروي، يعني غير معلقه وحيده راه ما شاء الله فيها الخير والخمير. المهم عاد كناخذ هذا البور نوريش، هذا بروتين وما فيش يعني السكريات كثيره بالعكس مزيان، وفيه 15 نوع تاع الفيتامين، 15 نوع ديال الفيتامين زائد المينيرالز وغادي هكاك. ها انتم شوفوا معايا راه هادشي كنقول لكم هادشي كلشي طبيعي كلشي طبيعي. ردوا بالكم واحد القضيه اللي مهمه بزاف، كاين اللي كيقول لك وراه حتى اللي كتباع في المارشي ولا هادي حتى هي راه مزيانه وطبيعيه، غير حقاش كيشوفوا فيها فيتامين ا ولا فيتامين سي ولا لا 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 نو ماشي هكذاك. انا نقول لكم علاش، عودوا دائما شوفوا هنا، شوفوا هاد البلاصه هادو شوش كاتبين، عرفتي التليفون بحال مضبوب شويه نحاول. ها نتوما بحال مثلا حنا غنمشيو غير فيتامين سي از كالسيوم اسكوربيت، ايوا جوجلوها نتوما، ديروا حاجه اللي خلاو سيروا لعمو جوجل، دخلوا لعمو جوجل وكتبوا هاد الكتبه وغادي تخرج لكم واش طبيعيه ولا ماشي طبيعيه. راه بزاف تاع فيتامين سي ولا الفيتامينات الاخرى اللي كيتباعوا في المارشيات ولا هذا راه كيكونوا كيميكولز، كيكونوا كيمياويات ما كيصلحوش الجسم ديالنا، مع المده راه كيوليو يخدموا ضدنا ما خدامينش. هادو الحمد لله واخا تشربيهم طول حياتك ما عندهم ما يديروا لك، بالعكس راه فيهم فيتامينات. صراحه انا ماما جرباتهم، ماما كان جربت هاد الثلاثه حتى ما خديتهم ليها، قلت لها ماما هانتي جربيهم وغادي تشوفي. جرباتهم اش نقول لكم في 3 ايام ولات كتحس براسها اون فورم، ولات ما شاء الله ما تزقيش من تخمال الدار ومن الطيب ما شاء الله عليها، الله يحفظها يا ربي ويحجبها ليا ان شاء الله. كما قلت لكم صراحه حتى ماما تيا عجبوها بزاف هاد المكملات. هذا صراحه ما كناخذوش يعني يومين، كناخذو مثلا مره بحال نقولوا مره ايه مره لا، او مثلا ثلاثه المرات حتى اربعه المرات في السيمانه. حقاش هو الشكل ديالو بالشوكلاط، كيعجبني الشوكلاط دونك بعض المرات كنبغي نبدل الفليفر يعني الذوق، وكندير هذا معاهم. هذا اش كيدير؟ هذا كيجمع العضلات، هذا كيجمع العضلات يعني بروتيج لا ماسا موسكولار، يعني كيساعد بزاف في الجميع تاع لا ماسا موسكولار. الشكل ديالو الشوكلاط ها هو شتو، راه قرب يكمل ليا صراحه زوين بزاف. المهم شنو كندير؟ كنجيب واحد الكويس، كنجيب واحد الكويس بحال هكا، شوفوا شتي راه بركه راه كبير، كندير فيه يعني معلقه من هذا
ومعلقه من هذا، وبعض المرات كنزيد واحد معلقه من هذا حتى هو، وكنخلطهم وكنعمر الماء صافي. كنخلط نخلط نخلط، هذا هو سحوري، هذا هو باش كنتسحر. كنتسحر بهذا الكاس تاع هادو تاع المكملات، وكناخذ واحد التميره ولا ناخذ مثلا واحد التحليه اللي كنكون انا صوبت في الدار، وكتكون يعني ما فيهاش السكر، طبيعيه وصحيه وصافي. هادشي اللي كناخذ في السحور، ماشي انا ما كناكلش انا في السحور، انا ما كناكلش، ما كنتسحرش يعني مزيان. نو انا غير هاد الكاس هذا راه الله يجعل البركه، هذا راه عطاني كلشي. اما هاد ثلاثه هكا ولا كناخذ هذا. هاد ريجوفينيكس كنت هو بارطاجيتو معكم، ممكن قلت لكم يعني اللي محتاج يعني هذا الانرجي باش يولي اكتيف، حتى مع الدراري مره كنمشيت للبارك ومع الدراري وهذا ضروري كان خاصني نشربو باش نقدر نحضي ولادي. وكذلك كيساعد حتى في هذا في الراس في الدماغ، وكيساعد في الستريس من غير القوه والانرجي اللي كيعطيك في النهار، باش كتبقاي انت اكتيف واكتيف وكتقضي في اغراضك وفي شغلك وفي داكشي اللي عندك. يعني كيساعد بزاف حتى على حساب الدماغ، على حساب النسيان، اللي كينسى، اللي عنده المشاكل تاع النسيان، اللي كيحط الحاجه وينساها وما يبقاش عقل عليها فين حطها، هذا توا كيساعد بزاف. كيساعد في لو ستريس، مالين ستريس، وكيساعد بزاف يعني في شنقول لكم هذا حاجه وحده. ها نتوما شوفوا 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 اش فيه. نقول لكم انا دائما كيعجبني اي حاجه كنشوفها كنمشي عند العم جوجل وكنقرا عليها وكنبحث عليها. غير مكون واحد، غير مكون واحد تكتبي في اونلاين اونلاين وتكتبي شنو كيعني وشنو كيدير، شنو الفوائد ديالو ولا هذا، راه كيطلع. انتما راه فيه مع هذا مستخرج من هذا، فيه واحد النسبه ديال القهوه الخضراء، وفيه لاكاموميل، وفيه واحد داك اكاي بيري، وفيه مانغوستين بيري، جوجي بيري، وفيه نوني فرويت. نوني فرويت البنات، هذا النوني راه كيساعد بزاف. راه عندي واحد القرعه قد شنو هي تنتي غادي نشاركها معكم حتى هي، صراحه باقي ما بديتهاش ولكن غادي نبداها ان شاء الله. اشنو كيدير هذاك النوني؟ هذاك النوني راه كيحمي الخلايا من لا موتاسيون. اشنو هي؟ من داك التحول اللي كتحول، عارفين الله يستر السرطان، راه غير الخلايا ديالنا كتحول الخلايا تاع السرطان. هذاك النوني كيحمي هذيك الخلايا، ما كيخليهاش تحول الى سرطان. يعني حتى هذا الريجوفينيكس هو كذلك فيه هاد فيه هاد الفروت، فيه هاد النوني، فهمتوا؟ يعني حتى هو خطير، حتى هو زوين بزاف و100% طبيعيين هادشي البنات، ما في حتى شي حاجه خيبه، ما في حتى شي حاجه كيميائيه، وما غاديش تضر الصحه ديال الانسان. هذا هو السر ديالي البنات، هذا هو اللي كيخليني نبقى اكتيف في النهار، وكنخلي يعني وكيساعدني بزاف حتى في حرق الدهون ديال الكرش. وثاني واحد المساله واحده اخرى، هذا بالنسبه اللي عنده القبض، بالنسبه اللي عنده اي مشاكل تاع لا ديجستيون يعني تاع الهضم، هادو توب. هاد الجوج هادو توب توب البنات، هادو هما اللي كيحلوا المشاكل كلها. ايوا هادشي اللي كاين البنات، كما قلت لكم هذا هو السر ديالي اللي كان ناخذ انايا حماقة في السحور. في الفطور ما كنشرب حتى شي حاجه من غير الفيتامين دي ديالي. ها هي هي قلت راه نشاركها معكم. مهم هاد الفيتامين دي، شوفوا البنات انا كيعجبني نوريكم، كنبغيكم تشوفوا المكونات اللي فيها. واخا التليفون ضبب لي ولكن كنحاول نلقى شي حل. ها نتوما والو ما بغاش يبان. مهم واحد المساله مهمه البنات، واحد ملي كيمشي عند الطبيب كيقول له عندك نقصان تاع فيتامين دي، وكيخرج ليه ديك الحبه ديال الفيتامين دي. هذيك الحبه تاع الفيتامين دي راها بوحدها فيها غير الفيتامين دي بوحدها، وهذيك مع المده راه كتولي خايبه. علاش؟ اول حاجه هذيك كيميائيه، ما كتكونش يعني طبيعيه. وثاني حاجه الله يستر ملي كتكون غير هي بوحد بوحد لا دوز طالعه، اش كيوقع؟ كيولي الكالسيوم في الدم. اوكي شوفوا، اللي اهم شيء في اي فيتامين كتشوفوا، اول حاجه تشوفوا واش فيتامين طبيعيه مستخرجه من النباتات او لا، وثاني حاجه خاصكم تشوفوا واش معاها فيتامين ك. فيتامين ك جوج، ها هي راه هي هذه هنا
شي مضبه بالتليفون ما فهمت فيه والو. المهم هذيك فيتامين ك جوج وخمسة حتى زعما باش كيما والو ما فيش. وفيه الكالسيوم وفيه المغنيسيوم هاد مهمين، حقاش فيتامين ك هي اللي كتساعد باش كتفيكسي الفيتامين دي في العظام، فيتامين دي في العظام مهم القضية البنات. هو هادشي اللي كاين البنات، هادو هما المكملات اللي كناخذ حاليا في رمضان. بعض المرات كناخذ شي مكملات الاخرين ولكن ماشي بزاف صراحه، هادو هما اللي ما كيخطاونيش، هادو دائما نقول هذا الا ما شربتش هادو كنشرب هذا. نقدر ناخذهم بجوج ما كاين حتى شي مشكل، غير انا باش هذا ملي كنبغي نتصحى كنبغي مثلا ناخذ شي كاس كبير اللي فيه في نفس الوقت فيه الماء وفيه كذلك الخضر، ياك فهمتوا ما كيما قلت لكم هذا فيه الخضر، هذا فيه حتى هو كيما قلت لكم بعض الفروت وبعض هذا بعض الاعشاب بحال شكل كاموميل بحال شكل بابونج، وفيه واحد الطحالب تاع البحر وفيه هذاك الفروت تاع نوني وهذا، ولكن ماشي كونسونطري بحال هذا، هذا فيه كثير، هذا فيه شي شنقول لك بزاف، واحد الشاري بده بالدجاج الخضار مع الفروت. داكشي علاش كيعجبني ناخذ هادو بثلاثه اغلبيه، ولا بعض المرات لما رشقات ليش كناخذ هذا مع واحد الكاس ديال الماء واحد التميره ولا شويه تاع السلو، السلو الصحي وصافي. وهذا كناخذه في الفطور كنفطر وواحد شويه عاد كناخذه. وهذا الشيء اللي كاين البنات، ويلا خليتكم على خير ان شاء الله، نشوفوا في الفيديو الجاي.